عشان نعمل الشاي الاخضر محتاجين شاي اخضر، ميه سخنه، تلج، عسل او سكر حسب انتوا عايزين تحلوا بايه، والخوخ طبعا هنا لان احنا هنعمله بنكهه الخوخ يا مدام منى. طيب عشان نعمل بقى الشاي انا اخدت الباكيتات بتاعه الشاي الاخضر وحطيتها في ميه سخنه وسبتها بردت لان انا هعمل ايس تي، فانا هحطه على التلج يعني مولع وبيطلع دخان هيبقى هيفضل سخن برده مهما حطيت له تلج، فانا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اخد العصاره كلها بتاعه الشاي هنا. في كمان نفس الطريقه وبرده بالسيرب وتحطوا شاي الشاي العادي بتاعنا اللي هو الاسود يعني او الشاي العادي اللي احنا بنشربه على طول، مش شاي اخضر، بالطريقتين بينفع وبالطريقتين بيبقى حلو. انا بحبه بالعسل الصراحه مش بالسكر، بس ده اوكي وده اوكي يعني براحتكم. حطينا ميه سخنه على باكيتات الشاي وسبناها لحد ما الشاي خرط زي ما بنقول يعني وبرد عشان ما يبقاش سخن واحنا بنستخدمه. هحط معلقه من العسل في كل كوبايه، اللي مش عايز عسل ولا سكر ما يحطش، اللي عايز يستخدم سكر بديل يستخدم. اوكي، وهحط عليهم الخوخ، وهنا بقى الخوخ لازم يبقى مستوي خالص ما يبقاش اخضر عشان ينزل لي الطعم والعصاره جوه الشاي. اوكي اوكي، وادي الشاي الاخضر وادي التلج، وممكن تجرشوا التلج، تضربوا التلج مع الشاي في الخلاط من غير خوخ.